مهرجان أصيلة الذي لم يتوقف خلال العقود الماضية، والذي كان هذا المهرجان يضم نخب فكرية وثقافية وسياسية في المنطقة العربية على مدى طيلة العطلة الصيفية. شهرين من الصيف كان هذا المهرجان يعج بمجموعة من الأنشطة، بعضها له جانب ثقافي والآخر له جانب فكري والآخر له جانب سياسي، وهناك المهرجانات الفنية المرافقة لذلك. بالإضافة لذلك، المهرجان أو احتفاليات أصيلة تتميز بتنوعها الفكري، بمعنى تنوع الأشخاص المدعوين لهذا المهرجان بانتماءاتهم الفكرية والثقافية والسياسية، وأنهم يمثلون معظم أقاليم المنطقة العربية. وبسبب جائحة كورونا يتوقف هذا المهرجان هذا العام، ونحن هنا من البحرين نزف إليكم محبتنا وشوقنا للقائكم في لقاءات قادمة في أصيلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.